استلمت النهاردة غسالة وتلاجة وسريرين ودولاب غرفتين ترابيزة وبوتاجاز وبوبة وسريرة مراتب كراسي طبعا أربعة وريسيفر شاشة ومراوح ثلاثة عددهم من عن طريق برضو إيه تبرع من فاعل خير سعودي جزاه الله كل خير عن روح المرحومة أمه يعني وعن طريق اليوم السابع وكل اللي ساهموا معنا يعني جزاهم الله خير ويجعلوا في ميزان حسناته. واشكر السيد الدكتور المحافظ وزير والمحافظ ومحافظ السوهاد السيد الدكتور محافظ السوهاد الذي شملته رعايته واهتم بهذا الامر اشكره واودي له شكر خاص تقديرا له وللمجهودات التي قام بها والاجراءات التي قام بها اشكره شكر خاص وقف معنا وقفه جامده وربنا يجعله في ميزان حسناته ويجعل عونا لنا واشكر رئيس مدينه طمة احمد بيه طبعا ومجهوداته ومجلس قرى ومحل سلمون الاستاذ محمد كلهم واليوم السابع الذين قاموا بالاجراءات وشملتهم رعايتهم للاطفال دهية ويجعلوا في ميزان حسناتهم وانا يعني شاكر كل من ساهم سواء على البال او هروح اتكلم معايا هنا متشكرين يا بيه الله يطول عمركم ويبارك فيكم ويزيدكم من نعم الله. المبلغ ده وصلني من فاعل خير رجل سعودي جزاه الله خير عن وقف عن مرحوم امه يعني يتبرع بهم للاولاد دول وربنا يجازيه كل خير وعن طريق اليوم السابع وجزاه الله خير ويجعله في ميزان حسناته.